كل مريض يؤثر عليه المرض أباح له الشرع أن يفطر، لأن الله تبارك وتعالى لما فرض علينا الصيام وذكر آية الصيام التي أوجب فيها على الناس صوم رمضان ذكر مرتين، في الأول ذكر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم ذكر مرة أخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا تأكيد واضح في أن الإنسان عندما ينزل به مرض يؤثر عليه ويجعل الصيام عليه شاقا أو يؤخر علاجه أو يسبب له مضاعفات، كل هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا في رمضان. ومريض الكورونا يعني هذا مرض وبائي ومرض قاتل لا ينبغي الاستهانة به، ويتطلب يعني من جملة الأشياء اللي هو مريض يحتاج لها أن تكون أجهزة المناعة عنده قوية تقاوم المرض، والعمل على ذلك سواء بالأدوية وإلا بالأطعمة. من يمتنع عن الطعام ويترك الغذاء ويترك الماء يعني هذا لا يساعد على تقوية مناعته، ولذلك أقول سواء كان هو قادرا على الصوم وغير قادر إذا شخص له هذا المرض فينبغي له أن يفطر حتى لا تتداعى أموره إلى مضاعفات أخرى يصعب بعد ذلك عليه أن يعني يحذرها. فما دام يعني تأكد أن عند هذا المرض الأولى به أن يفطر ويأخذ الأدوية، لأن هذا المرض يتطلب أخذ أدوية في مواعيدها. ما ينفعش أن الإنسان يبقى يقول أنا أخذ الدواء بالليل فقط، يحتاج إلى أخذ مجموعة من الأدوية معروفة، وهذه كلها لها أوقات وفي ساعات، كل ذلك يتطلب فطره. ولذلك أقول أنصح من نزل به هذا المرض حتى ولو كان في مراحله الأولى، حتى ولو كان يشعر بنفسه أنه يعني ماهوش مضطر إلى ذلك ويشعر بنفسه أنه قادر على الصيام، حتى مع ذلك فينبغي له أن يفطر لهذين الأمرين، لأخذ العلاج في وقته والدواء في وقته، حتى لا يعرض نفسه للضعف بترك الغذاء والماء. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، وذكر أنه يريد بنا اليسر، ذكر هذا عقب آية الصوم، أنا هي أدخل في هذا الباب، الصوم هو أدخل في هذا الباب، والتيسير واليسر أدخل فيه من غيره، لأن آية وجوبه قرنت بهذا التيسير.